أيضا نحن لما استقلت قطر واستقلت البحرين جينا لاتحاد الإمارات اللي هو السباعي، وجدنا أنه كل حاكم مش مستعد يتنازل عن حقوقه، له امتيازات، ويقول لك لا أنت جاي تساعدني وتسوي التحد معك ولا جاي تأخذ صلاحياتي؟ صلاحياتي ما بعطيك إياها. إذن هنا كمان نفس الأشياء. ولذلك لما جينا في صياغة الدستور وجدنا أن الاتحاد يحتاج إلى مقومات قانونية ودستور يكون قوي يقدر يرتكز عليه في عمله، وقمنا بصياغة يعني أمور اللي تناسبنا. هذا بعد صياغة الدستورية مع الخبراء خبراء القانونيين، شيء يناسبنا. شاركنا في الصياغات وخذت منا وقت تعديل وكذا صياغات القانونية. جاء الوقت اللي نحن وجدنا إنه المادة اللي ترضي الاتحاد وتقويه لا ترضي حاكم الإمارة وتضعفه، ونحن نريد نقوي الاثنين. تقول لي هذا مستحيل؟ لا مش مستحيل، كنا نصيغ مادة لدعم الاتحاد وتقوية الاتحاد ونعطي رئيس الدولة والاتحاد ومقوماته وأجهزته صلاحيات يمارسون عملهم بالطريقة اللي أن ما في عراقيل عندهم لممارسة عملهم، ثم نجي لحاكم الإمارة اللي هو الحقوق ونصيغ مادة أخرى أيضا لا تتعارض وترضي الحاكم وتحقق له، بحيث أنه أنا بحاجة لأن يوقع لي على الدستور. إذا ما وقع لي على الدستور ما رضي بهذا ما أقدر أسوي اتحاد. بصفتك كنت أنت ممثل عن عجمان، شنو كانت مطالب عجمان؟ لا الجهد أكثر ملف أنت كنت مطلع عليه عجمان. الجهد هذا ما كنا نفكر نحن كان منتمين لإمارات، كنا نعمل من أجل بناء اتحادي، بناء الاتحاد كنا ننظر له بنفس منظور الشيخ زايد، إنه بناء الاتحاد وتقوية الاتحاد هو بناء الإمارة وتقوية الإمارة، لا يمكن يكون في تعارض، وإذا كان في تعارض معناته في شيء غلط. طيب. ولذلك القوة واحدة والدعم واحد.